أهلا بكم، وهذه حلقة جديدة من برنامج بيت القصيد. مصر القصيدة الخالدة، كتب النيل أبياتها فسرحت شعر القافية على امتداد واحاتها الشاسعة، ومن واحاتها سيناء التي نقشت رموز الشعر على ألواح جبالها وحفرته وشما على نايات الرعاة. في هذه الحلقة من بيت القصيد من مصر، وتحديدا من سيناء عروس الشمال، ضيفنا الشاعر محمد إسماعيل. أهلا ومرحبا بك محمد العزيز في بيت القصيد، حللت أهلا ونزلت سهلا دائما. أهلا بك محمد. في البداية لو تحدثنا عن محمد إسماعيل قليلا قبل أن نذهب أنا وأنت لنقاش من نوع مختلف، تفضل محمد. أنا محمد إسماعيل من مصر، تحديدا من مدينة شمال سيناء. صدر لي 4 دواوين، الديوان الأول قصيدة الزيتون ليلا، ثم سيرة ذاتية للفراشة، ثم أسأل الرمل عن ظله، وأخيرا صبارة الأبجدية. أن صبارة الأبجدية، ربما كان لهذه الصبارة تصور مختلف في ذاتية محمد الشاعر عما سبق من دواوين، خصوصا وأن صبارة الأبجدية كان أشبه برحلة في سيناء، في جبالها، في سهولها، وفي النقوش التي كان يخلفها بعض الرعاة وكثير من الفلاحين وقصصي الطرق. كلمنا قليلا عن إصدارك الأخير صبارة الأبجدية محمد، تفضل. في صبارة الأبجدية حاولت، قسمت الديوان إلى قسمين. القسم الأول هو كان عبارة عن مخطوطة أدعي أنني اكتشفت هذه النصوص في رمال سيناء وفي رمال سيناء وعلى الصخور وفي النقوش، وأنني قمت بترجمة هذه النقوش إلى مقطوعات صغيرة في النصف الأول من الديوان. النصف الثاني من الديوان هو كان عبارة عن أغاني تداولتها الشفاء، هي الجزء المتداول، الجزء الشفاهي في المسألة. الجزء الأول هو الجزء المنقوش، والجزء الثاني هو الجزء الشفاهي. جميل جدا، وتقسيمة يعني تكشف عن شاعر متمرس، يعني جيدا ما الذي يريده وكيف يكتب ولمن يكتب. قبل أن نذهب إلى الأسئلة ونقاش هذه الحلقة، نريد منك أن تأخذنا في جولة شعرية قصيرة حتى نتعرف من خلالها على صبارتك. اقرأ علينا من صبارة الأبجدية ما تحب قبل أن نذهب إلى نقاش مختلف كما وعدتك، تفضل يا محمد، اقرأ ما تريد. سأقرأ المخطوطة الأولى أو المقطوعة الأولى، وهو نص: كما أدعي أنه وجد على جلد ماعز في منجم فيروز بسيناء لشخص يقال أنه مات قبل أن يلتقي حبيبته المذكورة. تفضل. يتكسر فيروز هذه الرمال على راحتي، ويجرحني من جلي حينما أتذكر. سوف أعود غدا فأعدي لي الماء كي يرتوي عطشي. عامل في المناجم لا أمس لي، وغدي كالغبار الذي يتطاير حولي. جمعت لليلك عقدا من الضوء أزرقا، لكنني حين جعت أكلت انتظارك للعقد، ثم غفوت على صخرة تتعرق. لا تضعي فوق بئر المياه غطاء، أنا أشتهي ماءها ساخنا كي أزيل برودة ليلي وروحي ورجفة جسمي وحيدا كصبارة في العراء. أفتش في الرمل عن شمعة، فلماذا إذن لا أعود لبيتي حيث اشتعالات جسمك أنقى وفيروزه يتلألأ في الليل؟ حين أفكر فيك تصير الصخور وفأسي زوجين ملتحمين، وبينهما يتراقص فيروز هذا المكان. غد لا يجيء، ووحدي أكسر هذه الصخور
كأني أحاول تأويلها، حبة كارتعاشة عينيك، زرقاء لامعة، كدت أفقد كفي حين اندفعت لأحميها من مناجل أصحابي المتعبين. يا سلام، ما أجملك يا محمد، ومن المؤكد أنك ستزيدنا من الشعر أبياتا لا بيتا واحدا فحسب. لكن قبل العودة إلى الشعر مجددا، دعني أذهب وإياك إلى سؤال من نوع مختلف مثلما وعدتك عن فكرة الموهبة، وأن الشاعر لابد أن يكون متصالحا مع أكثر المواهب، وتدخل موهبته في أغلب التخصصات الأخرى. الشعر والعلاقة مع غيره من المواهب متميز قليلا، أليس كذلك؟ بالطبع، أنا في رأيي أن الشعر هو بداية الفنون، وكما كانت الفلسفة أم العلوم ثم انبثقت منها كل العلوم الأخرى، الشعر هو كان كل شيء بالنسبة للعربي القديم. نعم، هو كل شيء بالنسبة له، هو أداة الإعلام، وهو الغناء والطرب، وهو الموسيقى، وهو كل شيء بالنسبة للعربي القديم. ثم نعم، انبثقت كل هذه الفنون. الآن يجب على كل شاعر أن يعود إلى بدايته الأولى، بمعنى أنه يجب أن يكون ملما بكل هذه الفنون نعم، وكل هذه الإبداعات ليكتب شيئا مميزا وجميلا. جميل جدا يا محمد. لكن في ظل فوضى الكتابة إن صح التعبير، واضمحلال الدور الرقابي أو غيابه بشكل كبير، يعني كيف يمكن أن يستمر الإبداع الكتابي نقيا صافيا مؤثرا وصاحب أثر وتأثير؟ ما المطلوب من أجل تحقيق ذلك؟ على كل شاعر أن يعي دوره بشكل كبير، وأن لا ينخدع بكل هذه الأضواء نعم، وكل هذه الأشياء المحيطة. على كل شاعر أن يجد عزلته الخاصة التي يعود إليها دائما مهما كثرت الأضواء وانتشرت من حوله نعم، واختلطت الأشياء ببعضها. عليه دائما أن يكون قادرا على العودة إلى هذه العزلة، هذه العزلة التي تصنع الشعر. أحسنت أحسنت يا محمد. زدنا من الشعر ما تحب وتشتهي، تفضل من جديد إلى صبارتك أو إلى أي الدواوين أو إلى أي القصائد التي تود إلقاءها، تفضل محمد. من صبارة الأبجدية أيضا، من الجزء الثاني، وأنا في الجزء الأول جعلته من شعر النقوش. التفريغة، في الجزء الثاني جعلته من الشعر العام. تفضل. نقش قديم على الماء أذكرها بالبحر تطفو وأغرق، وأعطش باسم الماء فيها وأشرق. يا سلام. ملامحها نقش قديم حفرته، وما زال إزميلي هنالك يعرق. على عنقها النهري تنعس فضة، وفي نهدها البري يرقص زئبق. سمت كالأساطير القديمة، كلما تلاشى لها ظل بكته فيخلق. وإذ تتعرى يرسم الرمل وردة، وتولد منها تلة حين تشهق. على ورق التوت ابتكرنا سماءنا، فشهوتنا في الغيم ترعد تبرق. بكهف بسيط كنت أحمي ثمارها من المطر الليلي إذ يتدفق، ومن قمر رب يراقب خطونا إذا ما تركنا الماء بالماء يغرق. وكانت تخبي نجمتين لليلنا، وكنت لها في النار ما ليس يحرق. وكم ذا بكت وحيا، فليل جفونها تجمع فيه الأنبياء ليأرقوا. يا سلام. هي الحكمة العشواء، هي الحكمة العشواء، فوضى مدينة يضيء بها نطق ويذبل منطق.
يا سلام، ما أجملك يا محمد. هذا الانصهار في حب سيناء، هضابها، سهولها، طرقها، وديانها، تاريخها، هذا الانصهار في حب مدينتك وحب هذه الأراضي الممتدة التي شأنها شأن كل التاريخ المصري الكبير الذي لا يمكن أن يندثر. العلاقة ما بينك وبين سيناء حينما تكتبها شعراً، اكشف لنا بعض أسرار هذه العلاقة المعرفية أو الروحية حتى، تفضل. أنا ولدت هنا وأعيش هنا في سيناء، وعلاقتي بهذه الأرض هي علاقة داخل وخارج القصيدة، فلا أكاد أنظر إلى الأمر إلا بتشابك شديد بين المسألتين داخل وخارج القصيدة. فأنا ابن هذه المدينة، وقصيدتي أيضا ابنة هذه المدينة، وهذا ما أعتقد أنه يجب أن يكون. هذه هي الخصوصية التي يحب أن يراها القارئ ويحب أن يراها الآخر. أنا أريد من كل شخص آخر أن أراه هو أشياءه ومدينته، شوارعه، ذكرياتي، كل هذه الأمور الخاصة هي التي تميز شاعر عن شاعر آخر. أحسنت يا محمد إسماعيل. الشعر المصري على مستوى مصر أو بشكل عام، عن الفعاليات الثقافية وما تضيفه للمثقف خصوصاً وللمتابع العام بشكل عام، عموم الناس يعني، حدثنا عن الفعاليات الثقافية وآثرها وتأثيرها. الفعاليات الثقافية هنا في مصر يعني كثيرة ومتنوعة. هنا في مصر، ومصر لها طبيعة خاصة. نعم. تنوع الثقافات واللهجات أيضا في مصر، فهذه الفعاليات تضمن تجمع وتلاقي كل هذه الأشكال المختلفة في مكان واحد. هذا بالنسبة للشاعر نفسه. نعم. أما بالنسبة للمتلقي فهي تسمح له بأن يرى هذا التنوع، يرى هذا الجمال الخالص في اختلاف الكتابة، أن يكون شعراء من نفس الجيل ويكتبون بشكل مختلف، كل شاعر منهم يكتب بطريقة غير الآخر، يكتب لمكان غير الآخر، يكتب سواء جمعتنا اللغة الفصحى، إلا أنه يكتب بلهجة ونكهة مختلفة عن الآخر. هذه الفعاليات هي التي تضع الأمور في هذا الإطار. محمد، هات لنا من الشعر ما تحب وتهوى، اقرأ علينا من الشعر مجددا. هذه المخطوطة الثانية، وهي مناجاة لراع مات مصلوبا عقابا له على تدنيس جبل الطور المقدس. هذه أيضا من صبارة الأبجدية. نعم، تفضل. لست إلا فتى راكدا خلف ماعزه، كيف أدرك أن التراب الذي أتمشى عليه تراب تقدسه الناس. كنت أحدق في الغيم مستجمعا ماء ذاكرتي كي أؤلف أهزوجة تعجب الماشية، وصحوت على ركض ماشيتي وهي هاربة هرب القافية. يا إلهي القريب، أنا بدوي وهذه تفاصيل وجهي الظمأ لمائك، ماشيتي في العراء، فمن سوف يدفع عنها الذئاب ومن سوف يرشدها للمياه؟ سأغفو قليلا على درجات الصليب وأحلم بالجن وهو يحل بقرني خروف ويأتي يحررني، أو سأحلم أن دمي في الرمال يسيل
فيخجل مسمار هذا الصليب ويحفر بئر مياه وماشيتي عند تل قريب إذا دلها يا إلهي علي. يا سلام، كأنك تخلق دهشة تحضر في نصك وتتجسد في شخصك منطلقة أو يعني منطلقا من خلالها إلى دهشة سيناوية، ومصورا في ذات الوقت لنا مشهد موسى عليه السلام وهو يهش بعصاه على غنمه وله فيها مآرب أخرى، وكذلك لك في قصيدتك يا محمد إسماعيل مآرب أخرى. سنواصل يا محمد، ولكن لابد من استراحة قصيرة. مشاهدينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ومن ثم نعود، لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا. مجددا نجدد الترحاب بكم السادة المشاهدين الكرام، ولمن التحق بنا الآن نذكركم معنا عبر الإنترنت من جمهورية مصر العربية وتحديدا من سيناء في الشمال المصري الجميل محمد إسماعيل الشاعر المتميز. بالعودة إلى النقاش محمد، وبشكل عام أكثر ما يؤرقك شخصيا ويزعجك في المشهد الثقافي على عموميته بصراحة؟ أكثر ما يؤرقني في المشهد الثقافي هذه الأيام هي مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. الجزء السيء في مواقع التواصل الاجتماعي هي سرعة انتشار النصوص بشكل كبير، يعني في اليوم الذي يكتب الشاعر فيه النص يصل إلى أبعد مكان في هذا العالم. ألا يمكن اعتبار هذه مزية أو إيجابية أو نقطة جيدة؟ لماذا تراها سيئة؟ أراها سيئة لأننا سنصل إلى مسألة التأثير والتأثر وفكرة من نشر النص قبل الآخر. نعم. يعني بكل بساطة أنا نشرت النص عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذا اليوم الآن، ثم لم أنشره في ديوان لمدة عامين مثلا، هناك آخر من تأثر بالنص ونشره بعد عام واحد، لذلك سيبدو أو سيخيل للقارئ أنني أنا من تأثر بالشاعر الآخر في حين أنه هو من تأثر بي. فهذا الاختلاط في الزمن وهذا الانعكاس الزمني الذي تحدثه مواقع التواصل الاجتماعي هو ما يؤرقني حقيقة. وأيضا اختلاط الأمور دون معايير، يعني القصيدة العمودية، كل من تعلم العروض. جئت على ذكر كثير من السلبيات يا محمد، ولكن دعنا نتفائل قليلا وحدثنا عن بعض المزيات أو المزايا أو الجوانب الحسنة التي لمستها أنت وتشهد عليها وأضافتها سواء لك أو لمن حولك مواقع التواصل، أثر مواقع التواصل الاجتماعي على تطوير المشهد الشعري والثقافي بشكل عام. بالطبع هناك مزايا كبيرة لمواقع التواصل الاجتماعي، وهي تلك المعرفة الكبيرة والتواصل الكبير بكل بساطة وبكل سلاسة. نعم. أنا أتواصل مع شعراء من كل الوطن العربي بفضل هذه. صحيح. أطلع على تجارب كبيرة كنت أحتاج إلى أعوام حتى أطلع عليها إذا كانت هذه المواقع غير موجودة أحتاج إلى أعوام كي أصل. أنا وأنت على المستوى الشخصي كان تعرفنا من خلال مواقع التواصل في البداية أيضا. بالضبط. كل الشعراء، يعني كل شعراء الوطن العربي تجمعهم هذه المواقع. أحسنت يا محمد. قبل الذهاب إلى سؤال مفخخ بالكثير من المفاجآت، نريد قصيدة مختلفة هذه المرة، اقرأ علينا ما تحب، تفضل. صدأ في زرقة البحر،
أسميك ماء في الغمام وأظمأ، وأكسوك ليلا فيه أهدي وأخطئ. أتعبر أصلاب البداية موتها، ويكتب وجه الطين وحيا ويقرأ. هو العطش البري والنار والدجى، ونجم بمحراب اللغة يتهجأ. يا سلام. ولم تكن الأشياء تدرك شيئها، فأوحى إله الناس أن يتنبأوا. تعالي نقم نارا ونرقص لأجلها، ففي جسدينا للحضارة منشأ. سماواتك النعناع قدر، وها يدي دخان على نعناعها يتجرأ. تمرين مر الطيف في بالي عاشق، وأوجع جرح ما يمر ويبرأ. فلا تبحثي في البحر عني، فإنني فتى حين تبدو زرقة البحر أصدأ. أنا الولد الرملي في الرمل أنتهي، ومنه كعنقاء الأساطير أبدأ. دمي هازئ من كل شيء، فربما أظل نقيب الموت ما دمت أهزأ. جميل. كنافورة في الريح جف رذاذها، أبيت بلا شيء ندى أتوضأ. ونحن هنا ظلان، ظل محنط وآخر من صلصاله يتبرأ. لنا العري في شمس النحاس غواية، ستملأ كأس الليل خمرا وتملأ. فلا تهملي غمازتيك لكي أرى، فقبلك مصباح الحقيقة مطفأ. ما أجمل هذا العزف الشعري المختلف لأفضفوك محمد. ما المطلوب حتى تظل ذخيرة الشاعر حية؟ لكي يظل ذهن الشاعر حيا، عليه بالقراءة. والقراءة هنا ليست فقط في قراءة الشعر أو في قراءة النصوص الشعرية نعم أو حتى في قراءة الأصناف الأدبية. لا، الشاعر عليه أن يقرأ في كل شيء: التاريخ، الفلسفة، علم النفس، الكيمياء، أي شيء في هذه الحياة. على الشاعر نعم أن يكون ملما بكل ما يقرأ جميل. على قدر استطاعته. طيب، بخصوص التراث الشعري، هل أنت مع الرأي القائل بأن قراءته واجبة وفرض عين على كل شاعر وشاعرة، أم أن المسألة اختيارية فيما يتعلق بقراءة الموروث الشعري؟ رأيك وموقفك من هذا الأمر بصراحة. بالنسبة للتراث، فهو ضرورة كبيرة. وهناك فرق بين أن نقول أن التراث ضرورة. نحن لا نعني بهذا الأمر أن نعيد تكرار هذا التراث في نعم، كتابتنا، بل أن نعي هذا التراث، أحسنت. أن نكمل على هذا التراث. ووعينا بهذا التراث هو ما سيجعلنا نكتب شيئا جديدا، يعني لا أنت مع أن قراءته، مع قراءة التراث. لكن يظل قراءة التراث اطلاعية أم حفظ أم مواظبة أم مذاكرة؟ مستوى هذه القراءة؟ أي شيء من هذه الأمور، من يتسنى له أن يقرأه فليقرأه، نعم، من يكون قادرا على حفظه أو دراسته فليفعل. لكن أن يقف عند هذا الفعل، أن يدرسه ثم يتركه. أحسنت. والنصيحة المشهورة للشاعر قديما هو أن يحفظ 1000 بيت ثم انساها. نعم، فنحن يجب أن نتعامل مع هذا التراث بهذا الشكل، أن ندرسه ثم ننساه. أحسنت أحسنت يا محمد. إلى الشعر، وكلنا شوق لما ستختاره هذه المرة، تفضل. هكذا كان يندهش، مشى على ظله فابتل حين مشى. يا سلام.
لأن ماء الرماد اختل وارتعش، لأن بركة ضوء في ملامحه سالت تفلسف في صحرائه العطشا. من فرط ما قال في أبياته نمش، رأى الدموع بممشى ظله نمشا. لا جن في رأسه، يكفي القليل من التأمل الحر في شيء ليندهشا. يريد من كل شيء حوله قبسا، لأنه طائر في برده انكمشا. تبيت في عينه أنثى مؤلهة، فكيف يطفئ عنها النور إن رمشا. بلا تفاصيل أعلى أو أقل بكى، يا سلام. بلا تفاصيل أعلى أو أقل بكى، كأنه الماء إلا أنه عطشا. في وحدة الهم وهم أن تكون وحيدا أو بعيدا، وضوء أن ترى الغبشة. وضوء أن ترى الغبشة، ما أجملها من فلسفة تفتح أمامنا الكثير من أفاق الدهشة من أجل تأمل أكثر بصيرة وأوسع. عن البصمة الذاتية وكيف تتشكل باعتقادك ورأيك الخاص، بصمة الشاعر الخاصة كيف يصنعها، كيف يشكلها يا محمد؟ الشاعر كما قلنا سابقا بالقراءة والاطلاع الواعي على النصوص الأخرى والتجارب الأخرى، هذه البصمة تأتي بشكل تلقائي. نعم. لكن على الشاعر أن يكون واعيا لهذه العملية، بمعنى أنه يجب أن يراقب نفسه مراقبة جيدة في عملية الكتابة، مراقبة من بعيد، وألا يكتب تحت أي تأثير. قرأ نصا وأعجبه، ألا يكتب تحت هذا التأثير. في الانفعالات ألا يسير وراء هذه الانفعالات، أن يجعل النصوص تكون وليدة لا وعيه، لا تكون نتيجة وعيه الحاضر ووقته الحاضر. أن يجتنب شعر المناسبات بشكل أكثر وضوحا. بالضبط. الشعر الحاضر، الشعر المستدعى بكل بساطة أن يتجنبه. أحسنت يا محمد، وهنا يعني تبدو المفارقة حية حينما نريد أن نفرق ما بين شاعر وشاعر، أو حينما نريد أن نقول هذا شاعر مطبوع وهذا شاعر مصنوع. سنواصل يا محمد، ولكن قبل أن نواصل ما بقي من هذه الحلقة لابد أن نخرج إلى فاصل جديد. مشاهدينا الكرام، بعده نواصل ما بقي من هذه الحلقة، فابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وصلنا إلى الجزء الأخير من حلقة هذا اليوم من برنامجكم بيت القصيد. معنا من مصر الشاعر محمد إسماعيل من سيناء، وكان حديثنا يا محمد قبل الفاصل عن البصمة الذاتية وكيف يصنعها الشاعر بحيث يتميز بها عن أقرانه. الآن دعنا نتحدث عن دور الشعر والشاعر من أجل دعم وحدة الإنسانية مجتمعة. أعطني أفكارك التي تستظل بها في هذا الموضوع، تفضل. في رأيي أن الشعر هو واجهة كل أمة. نعم. ومن خلال الشعر فقط نرى أين هذه الأمة في مصاف الأمم. نعم. فعلى الشاعر أن يدرك أن ما يكتبه الآن هو العنوان والرسالة التي يتكلم بها عن أمة كاملة. نعم،
طيب عن الشعر وتكريس فكرة حب الأوطان، هل الشعر لا يزال قادرا على الإتيان بجديد، على ترسيخ مفهوم الوطن، على تخليق هذا الإيمان في نفوس العامة؟ هل لا يزال الشعر قادرا على امتلاك مثل هذه الأدوات بصراحة؟ بصراحة أنا أرى أن النصوص التي تكون في هذا الإطار، النصوص الوطنية، هي مجرد نصوص تخضع لشعر المناسبات. لكن الوطن هو حاضر في كل نص يكتبه الشاعر، حتى وإن كان النص عن حبيبة أو عن أي شيء آخر، فالوطن حاضر في كل نص. لكن لا يجب علينا أن نقول وطني وطني هذه النصوص وهذه الغنائية، أعتقد أنها انتهت مع انتهاء شعر المناسبات. لكن عن فكرة التعلق بالأرض والهواء والماء وهذه اللحظات الجميلة التي لا يمكن أن ينسلخ عنها الشاعر، تجدها حاضرة وإن كانت بعناصر غير مباشرة في قصائده، كحب سيناء مثلا وصبارة الأبجدية. أظن أن الصبارة تعني بها سيناء وهذه الأرض التي لا يمكن لها أن تستسلم لفكرة العتمة، وهي دائما متصالحة مع الشمس. بالضبط كما قلت لك، هي الوطن يكون موجودا في النصوص بشكل غير مباشر. لا يمكن أن نظل نقول وطني وطني وما شابه، لكن من خلال المكان، من خلال ثقافة الانتماء للإنسان، الانتماء للوجع، الانتماء لمعاناة من يتلقون هذه القصيدة، كله هذا إيمان بفكرة الوطن. كل هذه الأمور هي أمور وطنية. أنا حينما أكتب عن ذاتي فأنا جزء من هذا الوطن، وأنا جزء أصيل من كل ما يعنيه أو ما تعنيه كلمة وطن. عن فكرة الفوز بجوائز كبرى، وأنت حصلت على جائزة كتارة لشاعر الرسول في موسمها الثالث إن لم تخني الذاكرة يا محمد، هل باعتقادك وبصراحة هذا الفوز له جانب مشجع، وكذلك هناك من يرى أنه قد يكون مصيدة للشاعر، هل أنت تؤمن بهذه الفكرة أن الجوائز سلاح ذو حدين؟ أؤمن بها تماما. الجوائز هي تكون في إطار قيمة مادية ومعنوية مفيدة للشاعر فقط، لكن على الشاعر ألا ينخدع ويظن أنه وصل إلى شيء كبير. لا، الشعر أكبر، الشعر أكبر من أي جائزة. حالة بحث مستدامة ومستمرة على الشاعر دائما أن يبحث عن الشعر. أحسنت. لا أن يبحث عن الجوائز، مع ضرورة أن يقدم في الجوائز. أنا لا أنكر على أي شاعر أن يقدم في أي جائزة، لأننا نحن الشعراء نريد أن نكتب، نريد أن نتفرغ للكتابة. كيف يمكن أن نتفرغ للكتابة دون هذه الجوائز؟ الآن نريد منك، وربما كان في الأمر مفاجأة، نريد وصايا النور، ولا تقل إنك لا تذكرها، أو اقرأ علينا بعضا من أبياتها. لك أن تقرأ مقطوعة قصيرة منها لا بأس. سأقرأ ما أحفظه. تفضل. مشيت كمن في ظله يتعثر، أراود معنى عن سماه فينفر. يا سلام. تؤولني الأشجار للريح حنطة، وتكتبني الصحراء غيما فأمطر، لأن نبي الله حل بخاطري سكرت، ولم يمس الشفاه يمسكر، وأشرعت أسمائي ليعبر في دمي محبون كفر لم أقل لهم اعبروا، وتشهق في صدري فراشات دهشة، وسرب مجاز في يدي يتبختر، كأن سماوات الكلام بأضلعي، فلا أنزف الإيقاع
بل أتخير كأني سكبت الروح في ماء وردة فجرحني المارون كي يتعطروا. يا سلام، فجرحني المارون كي يتعطروا. وأنعم بهذا المدح المحمدي من عطر. عن فكرة النصوص النبوية أو المديح النبوي محمد، ألا ترى أن اللغة وإن كانت واسعة إلا أن الكتاب في موضوع واحد ومحدد ربما يقيد الشاعر، أم أن الإبداع لا يعترف بالقيد؟ أنا أرى أن مسألة الكتابة خاصة في موضوع النبي أو النبوة هي مسألة صعبة بشكل كبير جدا، حتى أكثر من أي موضوع ثابت، لأنك أمام لأن تحدي أن تثبت نفسك وتحضر جديدا. هذه واحدة، والأخرى أن النبوة هي اليقين الكامل، يا سلام، والشعراء لا يحبون اليقين، الشعراء هم أولاد الشك والتردد والقلق والخوف وهذه الأمور. ماذا يمكن أن يضيف الشاعر لا يحب الأشياء الواضحة، اليقين، الكمال، هذه أمور. لكن لماذا سميتها وصايا إن كنت معترضا، أو لا أريد أن يعني أصنفك معترضا على اليقين، لكنها هي حالة سامية تفرض نفسها على الشاعر حينما يكتب. أنت سميتها وصايا النور، إذن أنت استبصرت اليقين بهذه الوصايا، أليس كذلك؟ وصايا النور، أنا تعاملت مع الأمر بما هو إنساني عام في موضوع النبوة. مثلا حينما يقول النبي أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة، يا سلام، أليس بعد إنساني، أليس لها بعد إنساني؟ أكيد. حينما يقول لا تقتلوا شيخا ولا تقتلوا طفلا ولا تقطعوا شجرة، هذه أمور عامة، هذه أمور الفائدة لا تعود إنسانية. على المسلمين منها فقط، وإنما على البشرية جمعاء. أي وهنا إنسان تحقيق يقرأ لفكرة وما أرسلناك إلا رحمة للعالم. هذه هي. عن العنوان يا محمد واختيار عنوان هذه القصيدة وصايا النور، وهي قصيدة مميزة حقا في المديح النبوي، ربما هذا يقودني إلى سؤال مختلف حقا. هل العنوان يفرض نفسه على الشاعر، أم أن الشاعر عليه أن يفكر كثيرا بالعنوان، أم أن العنوان يأتي من خلال السياق النصي، ينتقي جملة نصية فيعتبرها عنوانا؟ لكل نص أو لكل ديوان ظروفه الخاصة في هذه المسألة. هناك بعض النصوص التي تكون عصية على العنوان، هناك بعض الدواوين التي تكون عصية على العنوان. أنا في رأيي أن مسألة وضع العنوان هي ليست مسألة شعرية، الشعر هو في النص، لكن نعم، مسألة وضع العنوان هي وضع العنوان. أمر هو عنوان فقط ليس أكثر. هناك شعراء يكتبون نصوصا جميلة ويضعون عناوين ضعيفة جدا لكن هناك لا من يقول تكون. إن العنوان هو المدخل للنص، هو الجاذب للمتلقي، لذلك ينبغي الاشتغال عليه تماما كاشتغال الشاعر على قصيدته. ينبغي الاشتغال عليه، لكن النصوص القديمة مثلا العربي القديم كان لا يضع عناوين. كان يعتبر صدر البيت الأول عنوانا للقصيدة. نعم، أحسنت. نحن لا نعرف عناوين شعرية للنصوص القديمة. مسألة العناوين أعتقد أنها مسألة حديثة يعني نوعا ما. نريد قصيدة عمودية الآن، نريد أن ننحاز للعمود قليلا. أنت انحزت للتفعيلة كثيرا وخصوصا للبحر المتقارب، لكن لك أن تختار القصيدة العمودية التي تحب وتقرأها علينا من صبارة الأبجدية أو من أي دواوينك. تفضل يا محمد. نبي يتهجأ المعراج، أضيء أم أمنح التفاحة الوهجا، كأنني نجمة ما في غصون دجى. يا سلام، خوف النبوة، خوف النبوءة يعلو بي، يقول فتى يبدو نبيا ويبدو أنه عرجا. أنا نبي
فأين المعجزات إذن؟ وأين مني الضحى والليل حين سجى أضيء أم أن أسراب الدخان مشت بظل كبريتها كي تطفئ المهجا؟ صدى الملامح وجهي الليل نافذة وجاذبية وجه تبتني درجا إلى الأعالي أغني ربما اقترحت سربا من الرقص للإيقاع فابتهجا تأتي إلي سماء بعد ما سكرت فكيف أعصر خمرا من حروف هجا خوفي من السير في المعراج متكئ على ضبابية من هيبة ورجا. يا سلام. أقول أعد البيت الأخير يا محمد، أعد البيت الأخير. خوفي من السير في المعراج متكئ على ضبابية من هيبة ورجا. أقول سوف تجف البئر مكرهة وينجب الماء في الصحراء دما لزجا. أنا بغيم الوجوه الآن مختبئ ولا أرى في سقوطي ماطرا حرجا. ولا أرى في سقوطي ماطرا حرجا. أنا إن بها من رؤيا يا محمد لا فضى فوك ولا عشا شانئوك بالطبع وبكل تأكيد. القصيدة التي تستحق الخلود من وجهة نظر محمد إسماعيل الشاعر المصري، كلمنا عن هذه القصيدة التي ترى أنها تستحق أن تخلد. القصيدة التي تستحق أن تخلد هي القصيدة الخاصة التي تخرج من هذه الخصوصية إلى أن تشكل شيئا عاما أكبر، أن تكون مختلفة، أن تعبر عن شاعرها، وأن تستطيع أن تعبر عن أكثر من شيء، عن أكثر من شخص، عن أكثر من بيئة، تكون منفتحة على كل العالم، تكون متصالحة مع شكلها الخاص ومع الأشكال الأخرى كلها. جميل جدا يا محمد، ربما هناك مشاكسة لطيفة في سؤالي الأخير الموجه لك. حقيقة انقضى الوقت سريعا ومر كلمح البرق، لكن دعني أختم بهذا السؤال: ما الذي يريده الشعر من محمد إسماعيل باعتقادك، وما الذي يريده محمد إسماعيل من الشعر في الجهة المقابلة؟ تفضل يا محمد. أنا أريد بداية، أنا أريد من الشعر أن أكتب نصا خاصا يعبر عني، أن أترك أثرا طيبا ورائي. أريد ألا أتوقف عن الكتابة ما دمت حيا، أن أكتب وأكتب. جميل. تكون لدي تجربة أكمل بها هذه السلسلة المتصلة من أيام امرئ القيس. يا سلام. وصولا إلى هذه الأيام. أنا أعتقد أن الشعر مجرد سلسلة متصلة، ونحن لا نريد أن نسبب فراغا في هذه السلسلة. أحسنت. نريد أن نكون على قدر المسؤولية وأن نكتب شيئا يليق أن يصمد في وجه الزمن والريح. شكرا. أما الشعر لك. الشعر أعتقد أنه لا يريد إلا أن يقضي عليه. بإذن الله سيكون لك ما تريد، فأنت شاعر مبدع وبارع، وكذلك أنت شاعر يقدر كلمته ويقدمها للمتلقي وجبة دسمة فيها من القيم الأخلاقية والجمالية والإنسانية ما فيها. أنت شاعر لا ينفصل عن بيئته ولا تراثه ولا أرضه ولا وطنه ولا دينه، لذلك سيكتب لك ما تحب وترجو. محمد إسماعيل، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، في الختام ماذا تقول؟ سعيد جدا بهذا اللقاء، وأتمنى أن نكون قدمنا شيئا يليق بالمتابع الكريم. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، وصلنا
إلى ختام هذه الحلقة، في الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم وحلقة جديدة من بيت القصيد، وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات، دائما وأبدا ظلوا في رعاية الله، إلى اللقاء.